بكم في برنامج أخبار كوريا ومصر في أسبوع. إليكم عناوين الأخبار. ونبدأ أخبارنا بالسياسة. الرئيس مون ونظيره التركماني يتبادلان الرسائل بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس العلاقات بين الدولتين. في الرسائل ركز الرئيسان على التعاون بين بلديهما في مجالات الطاقة والنقل، واتفق على توسيع التعاون ليشمل قطاعات جديدة. وقال مون لبرد محمدوف أن البلدين طورا العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتبادلات بين الناس منذ عام 1992. باحث كوري جنوبي ينضم إلى فريق التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فوكوشيما. وسيزور مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء دوليون بقيادة غوستافو كاروزو مدير ومنسق إدارة السلامة والأمن النووي بالوكالة اليابان في الفترة من يوم 14 إلى يوم 18 فبراير لإجراء مراجعة السلامة وفقا لوزارة الخارجية اليابانية. وسينضم الخبير النووي من المعهد الكوري للأمان النووي كيم هونغ سوك إلى فريق الخبراء الذي تم تشكيله لضمان سلامة تصريف اليابان المخطط للمياه المشعة في البحر من المحطة. وزارة الخارجية، كوريا الجنوبية والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في المحادثات على مستوى نواب الوزراء. والتقى النائب الأول لوزير الخارجية تشوي جونغ كونغ نظيرته المكسيكية كارمن مورينو في سيول لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وفقا للوزارة. وخلال أول جلسة تشاور سياسية رفيعة المستوى بينهما منذ 7 سنوات اتفق الجانبان على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال الدفع باتجاه اتفاقية التجارة الثنائية. وتطمح كوريا الجنوبية أيضاً إلى أن تصبح عضواً مشاركاً في الكتلة الاقتصادية الإقليمية التي تسمى تحالف المحيط الهادي، والتي تتكون من تشيلي وكولومبيا وبيرو والمكسيك. كوريا الجنوبية تستثمر 12 مليار وون لتطوير محرك يعمل بالوقود السائل سعة 100 طن. تعتزم كوريا الجنوبية استثمار 12 مليار وون بما يوازي 10 ملايين دولار أمريكي في تطوير محركات عالية الأداء تعمل بالوقود السائل بحلول العام المقبل لتكثيف مشروعها الفضائي الذي يمتد ل10 سنوات. الرئيس مون يجتمع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سيول. الرئيس مون طلب خلال الاجتماع من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القيام بدور أكبر لتعزيز النمو الصديق للبيئة والشامل في حقبة ما بعد كورونا. وزير الخارجية الكوري يتوجه إلى هاواي لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي والياباني بشأن كوريا الشمالية. قال مسؤولون إنه على رأس جدول الأعمال تعزيز التعاون ضد برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي، وقد أجرى كبار المبعوثين النوويين للدول الثلاث محادثات في هونولولو يوم الخميس الماضي. وجاءت هذه المحادثات عقب 7 جولات من إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ في يناير، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى. خارجية ألمانيا، مصر أهم شريك لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنانينا بيربوك إنه جرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا. وعربت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير بلادها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أهمية تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشارت الوزيرة إلى الشراكة بين مصر وألمانيا وأشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لافتة
أن حوالي 400,000 شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني أكثر اللغات تحدثاً في مصر. الرئيسان السيسي وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة تابرست بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطارات التشاور المكثف بين مصر وفرنسا اتجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 14 مرشحاً يسجلون ترشيحهم لخوض انتخابات مارس الرئاسية في كوريا الجنوبية. أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية أن 14 شخصاً سجلوا لدى اللجنة لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 9 مارس. وفي يوم الأحد الماضي سجل المرشح للحزب الديمقراطي الحاكم لي جي ميون والمرشح لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي يون سيوك يول والمرشح لحزب الشعب المعارض الصغير أن تشول سو والمرشحة لحزب العدالة التقدمي الصغير شيم سانغ جون. وبموجب القوانين ذات الصلة يتم منح أرقام المرشحين وفقا لحجم المقاعد البرلمانية التي يشغلها حزب المرشح، فسيحصل لي من الحزب الديمقراطي الذي يشغل أكبر عددا من مقاعد البرلمان على رقم 1 ويلي يون وشيم وأن. وسيتم إعطاء المرشحين الرئاسيين عن الأحزاب التي ليس لديها مقاعد بالبرلمان رقم مرشح حسب الترتيب الأبجدي لاسم الحزب. وزير الدفاع الكوري يناقش مع نظيرته الفرنسية العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي. والتقى وزير الدفاع كوريا الجنوبية سووك مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي في اليوم الثاني من زيارته التي استغرقت يومين إلى فرنسا، والتي تعد أول زيارة وزير دفاع كوريا الجنوبية إلى باريس منذ عام 2016. وقالت الوزارة أن بارلي أعربت خلال محادثات عن أمل فرنسا في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية تماشيا مع جهودها المستمرة للمساهمة في السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، كما بحث الجانبان سبل تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين في عام 2018 لتعزيز التعاون الثنائي في صناعة الدفاع، واتفق على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والقطاعات الأمنية الجديدة الأخرى. وفي أخبار الاقتصاد والأعمال، ارتفاع إنتاج مصايد الأسماك في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% في عام 2021. وقال مسؤول في الوزارة تمكنت البلاد من الحفاظ على إنتاج مصايد الأسماك عند مستوى مستقر العام الماضي على الرغم من الصعوبات مثل ارتفاع درجة حرارة البحر وجائحة كورونا. صافي أرباح كاكاو يقفز 10 أضعاف بأداء قوي من منصتها وأعمال التجارة الإلكترونية. قالت شركة كاكاو المشغل لأكبر شركة دردشة على الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية أن صافي أرباحها 2021 ارتفع بما يقرب من 10 أضعاف على أساس سنوي على خلفية النمو القوي لخدمات التجارة الإلكترونية على أساس منصة الدردشة في ظل كورونا. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية. طلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات موجها بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية خاصة الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار. انتهت أخبارنا وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع مزيد من الأخبار. كان معكم نبيل مصطفى سفيرة مصر وكوريا الرقمية. دمتم في حفظ الله.